والدتي ما جبتي والكاميرا طاحتي فيها يلا دابا عقتي ومن غفلة فقتي صورنا وشنو درتي ومشيتي مشيتي فيها وشحال حضيتي وليها جيتي راها كاينة وليك ما باينة ومشيتي فيها. أعزائي المشاهدين خوتي وحبابي السلام عليكم عشر مبروكة بالصحة والسلامة وكل ما كتمنوا إن شاء الله. كيف ما كتشوفوا حاليا أنا في واحد المطعم مع مجموعة ديال الضيوف ولكن هما ماشي ضيوف مع مجموعة ديال الممثلين اللي غيطيحوا معايا الفنانة نعيمة إلياس في واحد البيج في واحد المقلب كاميرا خفية عجيبة. الفنانة نعيمة إلياس غتجي على أساس أنها غتمضي واحد العقد ديال واحد المشروع درامي كبير ضخم مع واحد الفنان أجنبي كبير جدا. السلام عليكم. عليكم السلام. الله بالخير. الله بالخير غاتي شلونك؟ الحمد لله بارك الله فيك. راشد الخوري منتج أفلام درامية وتلفزيونية ومسرحية لكن منتج بالبركة. البركة كيفاش هاد البركة؟ البركة يعني الخير. الخير. الفنانة نعيمة إلياس غتفاجئ بواحد البركة اللي غتقول بركة ولكن بركة واش من بركة؟ إذا خليكم معي ما تزابيوش الحلقة مميزة. الإخوان مستعدين؟ مستعدين. إذن على بركة الله. عبد الرحيم. حلقة اليوم كلها جواد كلها بركة والله يحد الباس. ضيفتنا فيها الفنانة المحبوبة نعيمة إلياس اللي بخططنا غادي نعيشوها في أكبر وسواس. ما كاين غير الغوات والخلعة والتراس ما غتنفع فيها لا قباحة ولا قصحية الراس. ومشيتي ومشيتي فيها. خطة اليوم كتقول نجيبوا الفنانة نعيمة إلياس باش تلقى مع واحد المنتج خليجي على قبل شي مشروع درامي ضخم. هيا جات ولي جاب الفنان حاتم إدار اللي ما عندنا ما نتسالوه دار اللي خاصو يدار. ايوا نخليو دابا لالا نعيمة تتعرف على المنتج بالبركات. يا مرحبا بكم. بارك الله فيك. الله بخير. كده الأمور كل شيء مزيان. الله يخليك. ما شاء الله مواعيدك مضبوطة. لا الحمد لله حتى أختي نعيمة هي الوقت عندها تبارك الله. ممتاز. أريد أدخل بالموضوع. يا ريت يا ريت لأنه الموضوع باختصار هي موضوع إنسانية. أنا أتميز عن الآخرين إنه أنا عندي البركة بال يعني أخلي إيدي بشغلة أقرأ عليها تصير البركة. أنت راح تشتغلين معي وتشوفين إن شاء الله راح يجيك الخير كله. بس نتوكل على الله. على ما بان لالا نعيمة هادشي ما دخلش لي الراس وغير مستعفة باش الأمور تدوز. ولاني ولا عليك خدمتنا اليوم هي نقنعوك إن شاء الله. أي شيء أنا أخلي إيدي بي يصير بي البركة. نسميه إحنا عندنا تعزومة. واخا دابا بالبركة السياد الجواد دخل معنا في الموضوع وهذا زدت القوطية هنا مع اللبسي واحد اشني القوطية؟ يلا صافي بركة من الشفاوي ندوزو دابا للتطبيقي باش لالا نعيمة تعرف راسها مع من ونبداوها بهاد الكانيطة خاوية نمليها المنتج ديالنا صديق البيئة وعنده حتى مع الروسيكلاش طلع 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 راح طلع سي نعيمة لا اخويا خير عندك مراتك لا لا خير خير شكرا هاي على حتى الصدمه من بعد ما قربناها من امكانيات المنتج واللي كتعتبر والو قدام هادشي اللي جاي غيوريها دابا اشنو كيدير ملي كيتشهى شي حاجه ياكلها وما كيلقاهاش يا اخي هاي شوف هاي مو كرواسه اخي حاتم هاي مو كرواسه ما عنديش كي غندير لنفسي يقول لي ما عندي يحكي معاه بالمغربي هذه في التصويره صديقي في الصباح كي في الصبح انا هسه اللي افطر هو كان صايم عندكم شي حاجه ممكن تجيبها نجيب لي قهوه بغيتي تجيب قهوه نجيب قهوه روح جيب لي قهوه انا نجيب الكرواسه بسم الله الرحمن الرحيم انا قهوه دول شي اه كرواسه ولا انا نشوفها ها لك لا لا واخا الله لك الكرواسه بالله صحه 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 هاي البركة سخونة هذا اللي نحشي عليه احنا استغفر الله العظيم معجزات انت يعني هذا ربك جابها عدلة نقول ربك جابها عدلة انه هذا اللي احشي عليه يعني مسلسل فارغ عملي لك هو اذا بلا ما نصوره انت تحط السيناريو يطلع المسلسل انت سيناريو انت سيناريو طبعا بلا مخرج بلا منتج واخا اخي الفاضل يعني بغينا ندخل في الموضوع اه لا بيجيب شي كروه السوس
صافي صافي بلا تقلب على الصداع صافي بقى عنده كرواسة سير اخويا سير. من بعد هاد الالعاب السحريه وللاكيد ان لالا نعيمه غتكون اقتنعت بواحد 50% بالبركه ديال ابو لحيه، وليني الا دزنا الموضوع الكونترا والفلوس، واش غادي دير بوجال جواد وتقبل باش معطى الله ولا التكا ما معاها بركه؟ 2000 درهم بالحلقه، كل حلقه 2000 درهم، عندنا 30 حلقه صراحه. لا 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 مسلكاش. لا ليش؟ لا لا 5000 درهم هذا شغلك بس هي خليها تقبل. لا انا ما نقبلش هذا الاجل. لا لا اسمح لي اسمح لي. في هذه اللحظه غنوضوا حاتم باش المنتج يحاول يقنعها ويدير شويه ديال التخلويض. راح زيدتش انت بس هو لان انا شويه ما عجبني لان صوته ما هالقد. لا 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 ما نقدرش تسمع انك تقول عليه. اسمح لي نغيره. لا حاتم كل شيء بالتفاهم اختي. يا هي موافقه هاي هي حسين انا موافقه. لا لا ما وافقت على شي حاجه. مبدئيا موافقه. بغى يسوسك انت يا كيفاش علاش ماشي واضح هذا السيد؟ اسمح لي اسمح لي. سيدنا وصلت اللحظه اللي غيحمى فيها الطرح. وجدوا راسكم باش تشوفوا ماما عايده كتغوت وشدها الرعده. يلا زعلوا الواسيادو. لا لا اقعد اقعد. يلا اختي يلا اقعد يا اخي. يلا اوب الباب سد الباب. لا سد الباب سد الباب. اش هادشي يا اخي؟ نتفاهم نتفاهم. راه شي اللي كدير فيه ماشي معقول. غنشهد في كاد الناس كاملين مشاهدين الخوت. هذا طبيعي. اسمح لي الله يخليك. راه شي ماشي معقول هادشي. راه شي كيعاقب عليه القانون باش تدنا اللي باش حنا في حبس. اقعد خليني نتفاهم شويه. الا ما قعدتش غادي دير. الا ما قعدناش غادي دير. راح تزوجني وتزعل سيادي. شكون سيادك؟ ودي سيادي احنا ورينا اش غادي دير. نشوف نمشي. يلا بحال نمشي. اقعد 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 اقعد. اقعد يرجع اقعد. لا ما عادش يقعد. لا اقعد طالما ما تطمعي على وجهي. جي ان شاء الله غادي هذا غادي جينا القناة راجل كيعوج كوصة كيخرجها من الحيط ولا ما عرفت منين. قلت ليه راه غادي يسخنها يرد لنا قروضة هذا. هادو هادو مصمكين واقفين انا كنعوج. سيروا حلوا عيطوا البوليس هما تيشوفوا فيا هكا قالك جوادو هرسوا التريات وهرسوا والراجل تهز هذاك كان جالس ولم. شكرا على هاد الخلعة. كنبارك الاخوان ديالنا المغاربه وجميع يعني الدول الاسلاميه والعربيه ان شاء الله بهذه المناسبه شهر رمضان العظيم يدخلوا علينا بالصحه وبالسلام وطول العمر والطمانينه للامه العربيه. وشكرا شكرا